اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد العصير ديال فريز ومطيشه وبرتقال، عصير صحي وزوين بزاف لانه بدون سكر، يعني طبيعي وغياكلوه الوليدات الصغار ولا الكبار، كلشي غيعجبوه لانه طبيعي وبدون سكر. تبقاو نوعوا الوليداتنا كل مره ندخلوا لهم حاجه راه ما كيحسوش كاع بيها. ويلا نمشيو الطريقه ونحضروا مجموعين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير منعش بالفريز أو الفراولة ومطيشة وعصير البرتقال. أنا غنعصر هذا البرتقال هو الأول. بسم الله. ناخذ هاد العصير، ناخذ العصير ديالنا ها مطيشه. انا درت غير حبه لان قلت لكم ندير غير كميه صغيره، غير بغيت نشاركو معاكم. حيدت لها الزريعه بعد ما غسلتها ونقيتها، نحيد لها الزريعه، طحن بلا زريعه. الفراوله ضروري هاد الفريز تحلوه على جوج، تشوفوا القلب ديالو عاد تستعملوه بعد ما تحيدوا هاد الطريبيشه، هذيك الوريضه ديالو تحيد. هانتوما انا كله حليته على جوج، كنخاف من الداخل، خصو ضروري يتشاف من الداخل. ندير هاد الكميه كتافي بها. ناخذ هاد العصير ديالنا دلتشين، راه بدون سكر. غنطحنو ها هو العصير طحناه. انا غنقدمو لكم، راه قلت لكم ما فيش سكر، يعني طبيعي غير مطيشه. مطيشه ديروا جوج حبات اللي على حساب الكميه، الا كنتو غديروا بزاف ديروا جوج حبات كبارين، والفريز على حساب اللي بغيتو نتومايا، لان السكر اللي كنتحكموا فيه حنا ما دايرينش السكر، خليناه طبيعي. ها هو دا العصير ديالنا وجد، هذا هو الشكل ديالو النهائي. راه كيجي غزال بنين ومطيشه ما كتبانش بانه فيه، يعني غير الفراوله او الفريز مع مطيشه وعصير البرتقال كيجي زوين بزاف. والوليدات الصغار راه كياخذوا مطيشه بلا ما يحسوا بها، وهاد مطيشه فاش كناخذوها عصير راه حتى هي مفيده وزوينه. هذا العصير ديالنا ديال الفراوله ومطيشه، وبالصحة والراحة. نتمنى ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو ده العصير ديالنا وجد، نقدمه لكم بالصحة والراحة. نتمنى ينال إعجابكم. الفريز مع مطيشة وعصير البرتقال كيجي غزال بنين وطبيعي بدون سكر. هذا هو اللي مهم فيه، هو أنه بلا سكر باش تستفدوا منه. وناخذوا كيف كنقول لكم دائما الفواكه واي حاجه ناخذوها في الموسم ديالها. المهم دابا وقت الفريز والبرتقال نستغلوه هكذايا، كل مره نوعوا بالنسبه للدراري. والدراري كياخذوا مطيشه بلا ما كيحسوا بها، وغير جربوه ما تعجزوش عليه، راه كيجي زوين في الصحه والراحه. غيعجبكم ان شاء الله، وبالصحة والراحة. نتمنى ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نتلقاو فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.